الكاتب والناقد والصحفي فارس الذهبي، أهلا وسهلا بك ضيفا في كافي شول اليوم. أهلا وسهلا فيكم، على صباح الخير. أود أن نبدأ من مجموعتك القصصية الأخيرة ضحك عابر في بلاد الحزن الدائم. طبعا هي مجموعة من القصص القصيرة الرشيقة ببيئة هيك مليانة بالخوف والترقب والمراقبة والقهر، وبتنتهي دائما يعني من فرط سخريتها ومن فرط مفارقتها بضحكة يعني عم تعمر فيها القلوب. هذا الكونتراست شو بتحكي لنا عنه وهذا التضاد؟ بالضبط، بالتحديد ريم انت وصفتيه بشكل كتير مختزل وذكي كتير، وبالضبط هذا اللي كنت انا يعني ناوي احكي فيه، انه هي شخصيات عن جد كتير تعيسه، كتير عايشه بحياه سوداويه، هي حياه العالم اللي عايشينها بالدول العربيه بالشرق الاوسط عموما، من كتر الهم ومن كتر الحياه التشيخوفيه السوداء اللي عايشينها، تنبثق من بين ايديهم وبحياتهم، تنبثق لحظات غاية في السخرية وغاية في الكوميديا السوداء اللي بتعبر عن مفارقات الإنسان مع حياته وقدره وسيرورته بهذا المكان وهذا الزمان التعيس، الصدفة السيئة جدا اللي ولد فيها هذا الجيل كله اللي عم يصير فيه، اللي هو خارج البشرية تماما، يعني من مفارقات البحث عن النفس، البحث عن الذات، البحث عن المفاهيم الأساسية بحياة شو يعني حب، شو يعني سعادة، هل هي السعادة موجودة، هل الأمان موجود إلى آخره. من هون من هاي الأجواء المأساوية نوعا ما حسيت أنه لازم ينكتب عنا وطريقة ساخرة. بالفعل لأجل المصادقة كانت كل القصص عم تنتهي بمفارقات ضاحكة، الشخصيات وهي مدمات، يعني مدمات القلب عم تنهار من الضحك، يعني هذا هو العامل المشترك الوحيد بين كل هذه القصص، مشان هيك سميتها ضحك عابر في بلاد الحزن الدائم. طيب هل القصص هيدي اللي انت كاتبها هي قصص عشتها حقا ام سمعتها؟ يعني كيف هيك جمعتها لهيدي القصص؟ يعني بالبداية في قصص انا عشت اجزاء منها، وفي قصص انا سمعت عنها، لكن كلياتها هي كانت كبذور انا ربيتها ونميتها دراميا وقصصيا، يعني نسجت عليها فيما بعد لا تكون في إطار السليم، لأنه مو كل الحكاية بالحياة ممكن تنتهي بسياقات اللي أنا بديها، فأنا أخذت نحو شخصية، يعني طورت الشخصيات وأخذتهم بسياقات أنا شايفة لتتوحد كلها، المجموعة كلها بنسق واحد تكون، فبالتالي يعني هي طبيعة، هي قصص حقيقية، هي قصص مع ناس صارت، لكن أنا اشتغلت عليها فنيا. طب حابة أعرف مثلا قصة حينما التقيت جاك شيراك، هيدي القصة أنت عشتها حقيقة؟ هي قصة أنا عشتها طبعا. حسيت؟ هي قصة أنا عشتها بالتحديد، هي بالذات أنا عشتها. طب احكي لنا عنها هلأ. هي القصة وقت كنت صف عاشر أو ما بتذكر أي صف، يعني بالإعدادي ثانوي، لأنه أنا قضيتهم مدرسة واحدة، طلبوا منا أنه نروح نتوجه، كنا نحن كنا من رابطة شبيبة المهاجرين، طبعا كلياتنا كنا شبيبين غصب عننا ما في مجال، فطلبوا منا أن نحطونا بباصات بعد المدرسة أو بنص المدرسة، يعني بأوقات الدراسة، مشان نروح نحيي الرئيس جاك شيراك كان جاي زيارة على الشام. فنحن طبعا انبسطنا بس من باب الأول أنه نحن رح نخلص من الدروس ونهرب من المدرسة ونروح مشوار، يعني بهذا المشوار بقى اللي صار، نحن النية كانت معنا أنه هو مشوار وسيران وهروب، تغيير شكل من البدلات الرسمية والوجوه الكالحة والدراسة الناشفة والجافة وما فيها شيء، يعني ففجأة شوي شوي ببلش الموضوع يتحول لمراسم عسكرية ووجوه متشددة وممنوع اللعب وممنوع الضحك، وبلش ضرب الكفوف وبلش كل شيء، ايه لانه في منهم كان طلاب اخذين دربكه، اكتشفنا فيما بعد في طلاب لانه رايحين سيران، في طلاب اخذين سندويش واخذين اكل رايحين على طريق المطار والمطار فيما بعد، لانه هذا الموضوع ضل في اكثر من 10 ساعات، يعني طلعنا اول مره تدريب، ثاني مره اللي هي الزياره، فاخذ وقت كثير، فاول مره ارتدعوا الشباب تربوا فقرروا انه يجهزوا حالهم، لنكتشف فيما بعد انه الموضوع كله هو رايحين نحن على مسرحيه تمثيليه لنمثل مشهد واحد، انه نحن عم نرحب بزياره السيد الرئيس جاك شيراك للسيد الرئيس حافظ الاسد. فالاثنيناتهم الطلاب كانوا منهكين متعبين،
قرفانين حياتهم، ومنهم اللي مضروب ومنهم اللي معاقب ومنهم اللي كذا، لكن باللحظة اللي بلش فيها الأكشن هي مع فتح باب الطيارة، كان لازم مع تحت الرقابة الفظيعة، إنه لازم الكل يبتسم والكل يصفق والكل إلى آخره، من المشاهد السورية اللي كانت كلها ترتب سابقا. هاي القصة حقيقة حصلت معي بالتحديد، وكان كل الطلاب اللي موجودين معنا اللي هلأ صاروا كلهم شباب ورجال، يعني وبرا كلهم كانوا البلد يمكن أغلبهم هلأ. أغلبهم طبعا برا البلد، والله يستر إذا في حدا منهم استشهد مثلا بالأحداث اللي صارت، كلهم كانوا عم يشوفوا ضحكة جاك شيراك، إنه ليش عم يضحك؟ يعني على شو عم يضحك؟ كان فعلا جاك شيراك هو شخصية ضاحكة وباسمة وساخرة وهيك، وحضوره حلو وكذا، بينما حافظ الأسد مثلا كان متجهم جدا جدي جدا، وهيك جدي جدا وما بيضحك وكذا، له هيبة. ونحن طبعا ايه وكل بالتالي كل السوريين كانوا كمان اخذين نفس الهيبه هيك والروزه طبعا، بينما جاك شيراك كان عم يضحك 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 ومبسوط، فهيك كان كثير مثار استغراب انه هل يوجد فعلا في حدا عم يضحك عن جد لما هو كمان عم يمثل. هي يعني هي هي جزء من تفاصيل المجموعه يعني. حلو، إذا هي قصة من القصص الموجودة اللي عن جد هيك بتدغدغ، إذا فينا نقول القلب. طيب إمتى فكرت تجمع هيدي القصص فارس؟ حقيقة بعد ما جيت على فرنسا وقررت أرجع أكتب منهم شغلات وأعيد كتابة قصص ثانية واشتغل عليهم بفرنسا، قررت إنه أجمعهم لأنه كان الجو شوي أريح بالتفكير، بإنه نقدر نجمع الكتابات كانت لا يمكن أن ترى النور في البلاد العربية على الإطلاق، مو بس سوريا، كل البلاد العربية. يعني انتقلت من مصر للأردن للبنان لتركيا، لا يمكن يعني إلا إذا واحد بيعمل شيء خاص على مطبوعات على الضيق يعني. فبعدين قررت أجمعهم هون بفرنسا لإحساسي هيك بأنه خلاص يعني ما عاد في شيء الواحد لازم يفكر فيه أكثر من اللي صار، قصدك فقررت يخبيه، أو قصدك يفكر فيه إنه ما عاد في شيء محرز يخبيه كونه كل الأمور صارت مكشوفة. مو موضوع يخبيه بقدر إنه موضوع إنه يقدر ينشره، لأنه فعلا أنا قدرت أنشره، ما كان بقدر أنشره. يعني في قصص، اغلب القصص عم تحكي عن الضغط الشعبي اللي ناس عايشينه بدون يعني بدون مثلا تعرض شديد للسياسه، لكن في اللي بيقرا رح يحس انه في كثير ضغط نفسي عايشينه الشخصيات العربيه بالقصص يعني جميعها، فبالتالي هذا الشيء طبعا الرقابه العربيه هي رقابه نفسها بكل الدول العربيه وبيفكروا كلهم بنفس الطريقه، فكان هذا غير ممكن التحقيق سابقا، هلا هون صار ممكن يتحقق هذا الشيء بفضل هون الوجود ده. يعني هاي السخرية بمواجهة القتامة، إذا فينا نقول، اللي عم بيعيشها شعب كامل، سواء ساتو باقي بالأراضي السورية أو حتى تشتت بهالعالم الواسع، في هاي المحلية الخاصة بهاي القصص، لأنه في كودات مثلا إلى علاقة بتفاصيل شعب عاش نفس الظرف ونفس الضغط ونفس الرقابة، وبس من كتر محليتها التفاصيل صارت بتداعب عن جد مخيلة أي شخص ممكن يقراها بأي مكان في العالم. فهل عم تفكر تعمل لها ترجمة لهي المجموعة؟ بالتأكيد طبعا، يعني خلص كوننا موجودين بفرنسا وحقيقة للأسف الجمهور العربي قراءاته قليلة كتير، وتأثيره بعد القراءات كمان يعني ردود أفعاله بعد القراءة كمان قليلة كتير، يعني أغلب الناس ما بتقرأ، بتقرأ ريفيوات أو بتقرأ هيك شغلات على السريع، بس إنه يتعمقوا بالكتاب صعب، ما في عندهم رفاهية هي القراءة أصلا. هلأ حاليا وضع كتير سيء بالعالم العربي كتير، إذا قررنا يوما ما أن نخاطب العالم بلسان الثقافة فلا بد أن نخاطبهم بلغته. للأسف الشديد هلأ أنا لا أمتلك هاي القدرة على المخاطبة الفرنسيين على الأقل باللغة الفرنسية، لأنه ما كتير اللغة الفرنسية صعبة جدا كتابة وأفعالا وأزمنة، فحد الآن لا أتجرأ إلى يعني. قصدي إذا حدا مثلا ترجم لك إياها. بالتأكيد طبعا طبعا بالتأكيد بالتأكيد، لأنه ضروري أي حدا لازم يطلع، يعني أي حدا فرنسي عنده رغبة بالاطلاع على الواقع الاجتماعي الثقافي تقريبا بسوريا بده يقرأ هيك مجموعات قصصية، بده يقرأ هيك مسرحيات، بده يقرأ مجموعة من الروايات، لأنه هي اللسان الصادق الحقيقة
السير الذاتيه للناس، مو كتب التاريخ الرسمي. يعني كتب التاريخ الرسمي والاخبار السياسيه هي بتنقل اخبار المنتصرين، اذا بدنا نقول وجهه نظر. اما اذا بدك تعرفي تاريخ شعب روسي مثلا قبل الثوره الشيوعيه، بتروحي تقري دوستويفسكي وتولستوي الأدب وجوجل الروسي. تماما. فهيك بصير. طب بدي ارجع لحكيك بانه القارئ العربي الان هو عن جد مثقل بهموم عم تخليه بعد عن القراءه، هل هذا كان خيارك بانه تكتب هيك مجموعه قصص، ما انه شيء طويل وانما قصيره مكثفه سريعه ورشيقه بهذا الاسلوب؟ بالضبط. انا عندي وجهه نظر انه لازم نروح لعند الناس ونشوف هن شو بدهم يشوفوا، ونعطيهم عبر حصان طروادة اللي هو الكتاب، نمرر عبر هذا الكتاب اللي هو حصان طروادة، نمرر شوية أفكار ونمرر شوية رسائل وشوية قيم إلى آخره. أما النشر والبقاء والانتظار إنه القارئ يجي هو لعنا، بتوقع شوي صعب، لأنه هلأ الناس كتير محطمة. مشان هيك التلفزيون مثلا بالوطن العربي كتير ناجح، لأنه هو بيروح لعند الناس، ما الناس بتجي لعنده. المسرح مثلا هو بأزمة شديدة، لأنه الناس ما لها قدرانة، عندها رفاهية إنه تروح تحضر. مشان هيك هلأ السرعة والطريقة الرشيقة بالتوجه نحو الناس هي اللي حتجيب جدوى أكثر بكتير بالنسبة للقارئ العربي والمتلقي العربي. المتلقي الأوروبي والغربي هذا شيء تاني تماما، سايكولوجيا وسوسيولوجيا إلى آخره، مختلفين طيب، تماما. مثل ما رحت لمزاج القارئ العربي، نحن رح نروح فاصل موسيقي ونرجع نكفي اللقاء برا مع الكاتب والناقد فارس الذهبي. وأتوقف هنا بعد ما حكينا عن مجموعتك القصصية الأخيرة ضحك عابر في بلاد الحزن الدائم، حابة أحكي شوي عن إصداراتك المسرحية أو عن النصوص المسرحية اللي اشتغلت عليها. عملت العديد من النصوص المسرحية، إذا فينا نقول ما قبل كونه هلأ صار فينا نقول ما قبل الثورة السورية أو الحرب التي دارت في سوريا وما بعد هذا التشتت وهذا هذه الفوضى اللي حصلت. عم شوف في اختلاف كتير بطريقة الكتابة. بدي إياك تحكي لي عن الأثر اللي صار على كتاباتك المسرحية. حقيقة الأثر الإنتاجي كان له دور كتير كبير على الكتابات المسرحية. يعني أنا من سنة 2012 برات البلد، وانا عم حاول اشتغل مسرح بكل الدول اللي رحت عليها، لبنان ومصر والاردن وتركيا والى اخره، يعني وحتى بفرنسا طبعا. الانتاج طبعا اشبه بالمستحيل، فكان الحل الامثل هو التوجه نحو المونودراما. المونودراما خفيفه سريعه، انتاجيا اسهل بكثير. فكانت النصوص المونودراميه اللي كتبتها للمسرح هي سبب الاساسي، هو العامل الانتاجي. يعني انا اي نص مونودرامي عملته ممكن شرحه أكثر وفرد نشره أكثر مع شخصيات تتعدد كثير، لكن كونه صعب هذا الشيء إنتاجيا كان، فأنا لجأت للمونودراما. مشان هيك كتبت 5 مونودرامات ورا بعض، وكان السبب الأساسي هو هذا العامل الإنتاجي. 5 مونودرامات كلها بعد 2012 تقريبا؟ كلها بعد 2012. وكل عمل طبعا احنا فينا نقول مثلا من الأعمال اللي عملتها هي زفرة السوري الأخيرة. صحيح، هي مو مونودراما، هي الوحيده المونودراما، هي خمس شخصيات، هي اللي نقيتيها بالكاس. طب احكي لنا عن زفره السوري الاخيره اللي هي عملتها بال 2013. اي صحيح، زفره السوري الاخيره هي مسرحيه من 5 شخصيات كثير عم تحكي عن موضوع كثير دقيق، هو عن فتره سقوط بغداد 2003 على يد الامريكان. بتبلش المسرحية بطرق باب شديد على من في دمشق 2003 9 نيسان، طرق باب شديد عنيف بيفتح الباب، فبنشوف جنرال عراقي هارب من نظام صدام يلجأ إلى بيت صديقه الجنرال السوري اللي كان هو وياه بدورة تدريبية قبل 20 أو 25 سنة مع بعض. فبعد سقوط بغداد هرب لعند، ما لقى مكان يهرب عليه غير بيت صديقه. بيت صديقه فراح على سوريا. طيب، يعني أنت هون عم تعمل مقاربة تقريبا بين الشيء اللي صار من تشتت للشعب العراقي واللي كمان معروف بثقافته، معروف بتاريخه العريق، وأيضا تشتت الشعب السوري أو ما حصل للشعب السوري تقريبا بهذا العمل. صحيح صحيح، في مقاربة كتير كبيرة بين اللي صار بالعراق وبين اللي صار بسوريا، لأنه الأحداث المسرحية بتحكي عن بتروح باتجاه أنه
أول شيء الأب متوفى، الأب الجنرال السوري متوفى، فبيشوف عائلته، فبيبلش الجنرال العراقي يعيش ينزل عندهم بالبيت لأنه رح يحتفوا فيه، ويبلش يمارس سلطاته الذكورية ثم الأبوية ثم العسكرية ثم الديكتاتورية على هاي العائلة السورية، وسط تقبل جزء من العائلة وسط رفض جزء آخر من العائلة. فهي استبصار لوحدة المصير اللي صار بين حزب البعث العراقي وحزب البعث السوري. هي طيب صراحة. وهذا النص انت ما قدرت تعمله بسبب الانتاج؟ يعني هو هل تم عرضه كعرض مسرح؟ لا، بسبب الانتاج لم يتم عرضه بسبب الانتاج، لانه بده ممثلين وخشبه واجتماع و منين بدك تجمع عالم والى اخره، فكان بالفعل خيار الدراما مثل ما عم تقول المونودراما كان اكثر عمليه ضمن الظروف اللي عم يعيشها الفنان السوري بشكل عام. طب بدنا نحكي معناتها هلا نرجع للمونودرامات. مسرحيه ريح انكتبت هي بال 2006، انعرضت مع مدام نائله الاطرش بنيويورك، اخذتها كنت انا معها وعرضتها، ونالت جائزه في مسابقه لانتقاء نصوص من العالم. صحيح. بمهرجان هات انك. هي كان باي سنه تقريبا؟ هذا 2006، هذا الكلام كله قبل. طيب لكن خلينا نحن نمشي شوي بما يخص الاعمال اللي كتبتها بعد، واللي هي مولانا مثلا. مولانا انت كتبتها بعد؟ مولانا كتبتها بعدين. وكثير من الممثلين تبنوها وعملوها عروض، صحيح؟ صحيح. هي اكثر مؤثر مسرحيه تمثلت لي، تقدمت باكثر من بلد، بالعراق وبلندن وبالاردن ومؤخرا بفرنسا، عملت بجوله كثير كبيره مع نواف بلبل. وفي هلا مشروع لتقديمها بالفرنسيه كمان بفرنسا، بعد ما ترجمها الصديق المسرحي طبعا عبد الرحمن خلوف. وهلا عم نجهز لهذا العرض طبعا، بس بسبب الكوفيد كله توقف من اول السنه. بس هي المسرحيه كثير عم تلاقي شعبيه عند الناس، لانه بعتقد انا انه عم تخاطب مفهوم الحب عند الشخصيه المسحوقه اللي عم تحاول تبحث عن ذاتها. ازمه الفرد في مواجهه المجتمع وتمرد الفرد على هذا المجتمع في محاوله انه رفضه لسحقه، انه لا انا ما بسمح لك تسحقني بس لاني انا وحيد وضعيف. طبعا فيها مشاهد راقصه وفيها كوريوغراف وفيها فيها الرقص الميلويه الى اخره. وهذا انت بالاصل كاتبه؟ يعني انت في شيء من التصوف بهذا العرض انت كاتبه بالاصل متأصله؟ صحيح. بالضبط من الاول. طيب عم تحكي انت كمان على هلا انه بده يترجم عبد الرحمن خلوف، اللي هو كمان كان من اصدقائك من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحيه كمان. صحيح. وانت الان مقيم حاليا في فرنسا، هذا البلد اللي بنعرف قديش غني بفلسفته بادبه وقديش اثر اصلا على الكثير من الحركات الادبيه وتاثر فيها. بدي اعرف تفاعلك مع هذا المكان الجديد. هلا مثلا عم تلاقي ناس يعني عم تقدروا تشتغلوا سواء كان عرب سوريين او فرنسيين؟ بكل تأكيد في يعني في محبة شديدة هون بفرنسا للفن والفنانين والمسرح والسينما وكل هاي الجهات، لكن تجميع الناس هو مسألة كتير صعبة حاليا بالفترة الحالية بسبب الظروف كلها عموما، يعني ظروف تشرزمنا نحن كسوريين في كل المدن، واحد اثنين الظروف الصحية اللي عم تصير. لكن مع ذلك في كتير حالات ناجحة، من على رأسها تجربتي أنا وعبد الرحمن خلوك اللي تعاوننا بكذا نص وكذا تجربة ترجمة، وتعاوننا بدراماتورجيا، وهلأ هو أنا بدي أعمل له شغل، هو بدي أعمل لي شغل، هو بمدينة وأنا بمدينة على بعد مئات الكيلومترات يعني. لا بس لا مع ذلك في هيك شيء، وفي تجارب أخرى عم نحاول نعمل شوي هيك شيء له علاقة بالتجمع، شوي فني لتصوير أفلام، لتصوير مسرحيات، تصويرها تلفزيونيا او سينمائيا بشكل من الاشكال، المسرح نصوره بالكاميرا مو نقدمه للجمهور، لانه كمان ايجاد تمويل في اوروبا هو امر مو سهل ابدا. صحيح. وهذا اللي خلاني انا مؤخرا اكتب مسرحيه او انهيتها هلا حاليا عن فرنسا، مسرحيه موضوعها فرنسي 100%. حلو، بدك تحكي لنا عنها. يعني نحن هلا اول حدا بدنا نعرف عن هذه المسرحيه. طيب هي شخصيات عربيه سوريين وغير سوريين موجودين بمكان واحد مع شخصيات فرنسية، عم يسألوا حالهم السؤال الأساسي، مين الصح ومين الغلط؟ هل نحن وجودنا هون بفرنسا هو أمر صحيح وصحي إلنا؟ والفرنسيين بيسألوا حالهم السؤال الآخر بالمسرحية، هل نحن منفتحين حقيقة على
الآخر بالشكل اللي إحنا بنظهره أو لا. فهو حقيقة هذا السؤال الأساسي بفرنسا حاليا، اللي هو السؤال الآخر والأنا، مين أنا ومين أنت؟ مين يعني، في مثلا في شخصيات أرمنية بالمسرحية، أرمنية حاصلين على الجنسية الفرنسية، لكن هن بالأصل كمان هن لاجئين سابقين أو مهاجرين سابقين. يعني عم تفتح الأبواب على أسئلة إلى علاقة بالهوية، بالانتماء، بمفهوم الوطن اللي الواحد عم ينتمي له. بالضبط بالضبط. شو اسم المسرحية؟ المصالحة آخر شيء، بدهم يعيشوا بهالمركب الواحد اللي ما في غيره، فما في مجال إلا إنه يتصالحوا. فبالفعل بتصير مصالحة طبعا من نوع مصالحة فكرية، مو مصالحة طبعا إنه yes we are together، مصالحة حقيقية بتصير. وهذا الشيء اللي أنا يعني، هاي أول موضوع فرنسي بشتغل عليه. طبعا كتبت المسرحية بالعربية وعم نفكر نبلش نشتغلها أو بشكل من الأشكال يعني 2021 مثلا. طيب بدي أرجع شوي ولو إنه الزمن كتير مشي بسرعة، بس عن جد حابة يعني أعرف منك كتير شغلات، هيك عم بسألك بسرعة. بدي أرجع معك شوي للعائلة، بدي أرجع معك شوي للتاريخ اللي إجا منه فارس الذهبي. هو ابن عائلة ثقافة وأدب، يعني أبوك هو الكاتب الكبير خير الذهبي. بدي أعرف هاي العلاقة شو عطت لفارس؟ حقيقة يعني هي عطتني شغلة كتير حلوة، اللي هي إنه حب الثقافة وحب القراية بشكل أساسي، والدأب على القراءة، وعدم الحكم على الشغلات من عناوينها. إنه ما في يعني، هي شغلة أساسية أنا بعتبرها بشخصيتي، إنه أنا ما فيني أقول إنه فيلم حلو أو ما حلو بناء على مثلا حدا قال لي هذا الشيء. هذا الشيء لازم أنا أروح أشوفه، تقيمه لحالك، قيمه لحالي، وأكون عندي رأي خاص فيه. حتى لو كانت البشرية كلها عم تقول هذا الفيلم سيء، أنا لازم أشوفه وقرر إنه أنا بقول إنه سيء أو منيح. هذا الشيء الأساسي اللي أنا بعتبر إنه استفدت فيه من عائلتي، رغم إنه أنا كنت أتمنى لو كانوا علموني أي شيء تاني أشتغله بالحياة. لأنه الثقافة بالأخير فعلاً لا بفرنسا ولا بسوريا ولا بأي بلد بالعالم تقدر تعيشك باستقرار. يعني الثقافة عموما ups and downs بكل الوقت، مرات تجي معك ومرات لا، مرات بتكون منيحة مرات لا، بغض النظر عن قيمة المحتوى الفني اللي عم تعمله، ما له علاقة. لكن أنا عم بحكي عن حياة مستقرة. طيب كيف بتقيموا بعض أنت مثلا والدك خير الذهبي؟ يعني كيف بصير في نقد للأعمال اللي بتكتبوها أنتوا اثنين؟ هلا هو عموما دائما عنده هيك رفض للجرأة اللي انا بفوت فيها على المواضيع، وانه انا كثير بحاول اقتحم ميادين يعني منخاف عاده نحكي فيها، مثل المثليه الجنسيه، مثل السياسه، مثل مواضيع المراه حقيقه شو عم تفكر في المراه، مو المراه انه هي الاخت والزوجه والاب والام ومدري شو. هذا الشيء هو بيندهش من انه شو هالاقدام بطرح المواضيع. انا بالمقابل دائما بقول له انه حاول تفكر بالقراء الشباب، مو القراء اللي من جيلك، القراء الشباب ولاد 18 وال17 وال16، هدول اللي انت لازم تفكر تخاطبهم، لانه هدول هم الجيل الفاعل القادم على المجتمع. يعني هاي العلاقة إذا فينا نقول اللي فيها هيك نوع يعني هذا الحكي وهذا النقد اللي كتير جريء بينات بعضكم، عم يغني شوي الطريقة وعم يخليك أكتر تكون واثق من الشيء اللي عم تعمله؟ يعني بشكل من الأشكال أكيد، لأنه بحس أنا يعني طالما أنا بدي أعمل إشكالية أو جدلية باللي عم بكتبه، فكتير بكون سعيد وقت هي الجدلية تبلش مع أبي. يعني هذا الشيء بيسعدني يعني، أو بداية. طبعا الوقت مضى بسرعة، وسعيدة جدا جدا باستضافتك فارس الذهبي. للأسف ما كان عندنا وقت نحكي عن كمان شغلك بالوثائقيات وشغلك بالأفلام الوثائقية اللي هو الحقيقة يتوقف عنده. حابة أسألك بس هيك سؤال صغير بما يخص الوثائقيات، هل عم تفكر بشيء وثائقي تشتغل عليه؟ دائما انا بفكر بالوثائقيات. الوثائقي هو يعني اهم واحده من اهم الانواع الفنيه اللي بيشتغلها البشريه، وعم بفكر اشتغل وثائقي عن الاندلس الجديده اللي عم تتشكل باوروبا. الاندلس الجديده، نحن الهاربون من جحيم الحروب، كيف عم نخلق اندلس تبعنا الجديد هذا حقيقه يعني. طيب كل الشكر لك الكاتب والناقد، وأيضا
يعني إذا فينا نقول السينمائي فارس الذهبي يعني على هذا اللقاء. شكرا لك يا ريم، شكرا كثير لك على البرنامج الحلو والظريف مثلك. شكرا كثير، وايضا بالتوفيق سواء بعرض بنصك اللي عم تشتغل عليه اللي هو المصالحه او بالاندلس الجديده. شكرا كثير لك. شكرا كثير، شكرا. الى اللقاء. الى اللقاء، باي باي. احسب لي صوره الايام بطول العمر على المده، ما اهمل اثر خوفك وتاثيره على الغده. احسب لي صوره الايام تفرز ريحة مش هي حافظها الكلب في الشارع بنسبة 100% حيجري وراك تقوم واقع. وتفرز ريحة مش هي حافظها الكلب في الشارع بنسبة 100% حيجري وراك تقوم واقع. وتيجي في وش عربية انت اسمك ايه وسنك كام وعنوانك، بتتمشى لوحدك ليه؟ فتيجي الخطة في دماغك وتنسى انت اسمك ايه سنك كام عنوانك، بتتمشى لوحدك ليه؟ فتيجي الخطة في دماغك وترمي كل اسئلتك ورا ظهرك وتقلع هدمتك.